المحاربون عند مدخل القبيلة. دوغان، كوتولجا، القبيلة أمانتكم وأنت معهم أصليان. كان الله في عونك. سلمت سيدي. لتكن غزوتكم مباركة، دعواتنا ستكون معكم. شكرا يا أختي، شكرا يا إخوتي.
سيدي، نحن ننتظر منذ البارحة كما أمرت. لم تمر من هنا قافلة ولا حتى حصان. ممتاز، أي أننا لم نتأخر. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد عليار. متأكد بأنهم سيمرون من هنا سيدي؟ متأكد سيد عليار، فحتما فاسيليوس خاف بعد قتلنا لقادته بعد ذلك اليوم، وإن كلف القادة الذين يثق بهم كثيرا لحماية هذه القافلة فسوف يستخدم هذا الطريق. هذا صحيح سيدي. استقروا في الجهة المقابلة، سنقوم نحن بالمهاجمة أولا، وإن كان هناك أي فخ ستقومون بما يلزم. حسنا سيدي. كيرجا، قل للمحاربين الذين معك أن يصعدوا القمة وينتظروا الأمر مني. بأمرك سيدي. كان الله في عونكم سيدي. إن شاء الله جميعا. فلتسلم سامسا. هيا أخبر المحاربين عن الطريق. ما الأمر يا بامسي؟ أراك لا تستطيع الوقوف. سيدي، يقولون من يحك باطن يده يأتيه ذهب كثير. وأسلحتي تحكني يا سيدي ولا أستطيع أن أضبطها، تريد قتل الكثير من الأعداء. اسمح لنا قليلاً، هل هناك من رأك؟ لا سيدي، أتيت لك بأخبار مهمة من السيد أوجار. ما هذه الأخبار؟ إن أرطغرل قد ذهب لمداهمة مع عليار. من سيهاجمون؟ القافلة الآتية إلى القلعة سيدي. هكذا، عد إلى القبيلة أنت، افتحوا أعينكم جيداً وأخبر السادة بأنني سآتي قريباً. هيا عد بسرعة. أمرك سيدي. أيها القائد، نعم سيدي، أريد أسماء الجنود والموظفين في هذه القلعة، دونهم جميعهم. تحت أمرك سيدي. سيدي، السيد أورال أتى. ليدخل. ما الأمر سيد أورال؟ حاكم فاسيليوس، قافلتكم القادمة. كيف علمت بهذا الموضوع؟ ليس أنا، بل هو أرطغرل، وعليار يعلم بأمرها. لابد أن الاثنان قد خرجا لمداهمتها منذ زمن. أنصحك أن تلحق بها. أيها القائد، أيها القائد، جهز وحدة من الجنود، سوف نخرج. حاكم فاسيليوس، ربما يكون فخا، تعلم هذا؟ فإن أنت خرجت ستصبح القلعة دون حماية. اذهبوا بسرعة وامنعوا هذه المداهمة. هيا. تحت أمرك سيدي.
من أنت أيها الغريب؟ حسبنا الله. أيها الشجعان، هذا من نبحث عنه سيدي. تعال، لن تفلت مني هذه المرة. تعال لنرى أيها العاشق، تعال لنرى. أنتم لن تخرجوا من هنا إلا جثة هامدة، ستموت يا أرطغرل. يا ربي، يا ربي ساعد هؤلاء الشجعان الذين سخروا أرواحهم لكي يعلو اسمك. ساعدهم وانصرهم في ميادين الحروب، وارزقهم أخلاق حبيبك ورسولك في معاركهم مع العدو، واجعل سيفهم قاطعاً كسيف أصحاب سيدنا النبي، وأنر طريق من يسيرون في درب هدايتك كما أنرت درب المشاركين في معركة بدر. يا ربي، إنا نوكلك أرواح من وضعوا أرواحهم لينصروا الحق ولينشروا الدعوة. أنت خير من توكل إليه أرواح عباده الصالحين. تقبل دعاءنا الصادق هذا، ولا تردنا خائبين وقد التجأنا إليك يا رب. آمين.
يا الله يا رحمن يا عزيز يا فتاح يا مغيث يا الله يا رحمن يا عزيز يا فتاح يا مغيث يا الله يا رحمن يا عزيز يا فتاح يا مغيث يا عزيز. ستموت أيها المشؤوم. اشتقت للقتال بجانبك. وأنا أيضاً أخي. وأنا أيضاً. ما شاء الله. أحسنت أيها الشجاع. شكراً سيدي. أحسنتم أيها الأبطال. خذوا غنائمكم. احملوا ما تستطيعون حمله. وقوموا بإحراق الباقي. النصر لنا يا أبطال. الله أكبر. 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 عاد الخائن لقبيلته. من هو؟ يفوز ألب. أين هو الآن؟ إنه في خيمته. لن نرفع عنه أعيننا، وعندما يعود سادتنا سيقررون بشأنه. سأكون أنا حول خيمته. ستضعينها هكذا أولا، وبعد ذلك تنظرين إلى هنا، ستصبح مثلها. لا أريد أي فرق. هكذا. أم هيمة، السيدة أخطأت دور الزخرفة. أنت محقة. أحسنت التدقيق. أم
انظري ابنتي، العقد في الدور الثالث، ولا تضيعي قدم الذئب. حسنا أمي. أحسنت يا ابنتي. سيدة حليمة، أجئت بها للأم هيمة؟ أجل، لما تسألين؟ لا تتعبي نفسك، سأعطيها لها. لا لا داعي، سأذهب أنا. أريد أن أساعدكم بهدف تسريع العمل. لا تقلقي يا سيدة غونيالي، فالعمل يسير جيدا. أمي. تفضلي ابنتي. نحن قد أنهينا الزخارف، إن أذنت لنا بالبدء سنحيك معها بعض الورود. وهذه على الأطراف، ما رأيك؟ هذه جيدة. جميل، جميلة جدا، إنها مناسبة ابنتي. لكن أمي، لو نقشنا أشواكا حول هذه الوردة، ألن تحمل معنى أفضل؟ أهناك ورد بلا أشواك؟ حتما لا وجود له، لكن أشواك هذه مخيفة يا سيدة غونيالي، من يريد أن يراها سيراها، لكن ليس على هذا السجاد، ولهذا السبب أنا لم أضفها إلى الزخرفة. خذي يا ابنتي، إنها جيدة. تيهو، تيهو، إياك ثم إياك أن تقول لي أنك فقدت الأسلحة. فاسيليوس، لا تتهم قادتك وجنودك. إن كان هناك مذنب فهو من أوصل الخبر لأرطغرل. سأجد هذا الملعون وسوف أقتله بيدي هاتين، سأقتله. فاسيليوس، فلتكن عينيك على من هم أمامك وأكثر قربا منك، أو أن أرطغرل سيكسب المزيد من الانتصارات. اهلا وسهلا بكم.
الحمد لله عاد الرجال. ما شاء الله لا فرق الله لهم طريقا. اهلا وسهلا بكم، هنيئا لكم بنصركم. اهلا بك يا امي، يرضى الله عنكم. اهلا بك اخي، نحمد الله على سلامتكم. اهلا بكم اختي، ليرضى الله عنكم. سيدي، لقد تمت المهمة التي أوكلتنا بها، وقد وجدنا ما نبحث عنه. أحسنت عبد الرحمن. يا أبناء قبيلتنا، يا رجالها ونساءها وسادتها، نحمد الله ونشكره أن انتصرنا على أعدائنا مجدداً. الأسلحة التي جاءوا بها لإراقة دمائنا أصبحت غنيمة لنا. الحمد لله سيدي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله سيدي. الحمد لله. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. عاش السيد. عاش السيد عليار. 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 الحمد لله. صدورنا المليئة بالإيمان لن تخرق بسهم ظالم. والطريق التي كتب لنا النصر بها اليوم لن يجرؤ على قطعها خائن. سيرتجف عدونا من وقع خطواتنا بها، ولن يوقف أحد هدفنا. نحن أقسمنا بأن نكون مع الله وأن ننصر المظلومين الذين يعانون من ظلم ظالم، وأن ننشر عدالة الله في كل أصقاع الأرض وكل اتجاهاتها. نحن أقسمنا إننا لن نموت قبل أن ننصر ديننا. نحن سوف نقاتل حتى الشهادة أو أن يكتب الله النصر لنا. جدنا ألب أرسلان لم ييأس، ونحن لن نيأس أيضاً. فتح لنا طريقاً بسيفه من الشرق إلى الغرب. طريقه هو مستقبل أولادنا، هو من بدأه ونحن سننهيه. سنستمر بهذه الطريق إلى أن تخرج منا أرواحنا. سننقذ كل مظلوم، وسننشر العدالة في كل شبر من هذه الأرض. ومن يظن قوتنا لن تكفي فإن إيماننا سيكفي، ومن يقول كفاحنا لن يكفي سنقول إن دماءنا تكفي، ومن يقول إن عمرنا لن يكفي فعمر أولادنا سيكفي. وسنقول لكل من يشك بنصرنا، الله هو من سينصرنا. عاش السيد أردوغان. عاش السيد عيار. 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 عاش السيد أردوغان. عاش السيد عيار.
لماذا تفكر حاكم فاسيليوس؟ أفكر هل أقطع رأس أرطغرل أولاً أم أفقأ كلتا عينيه أولاً؟ أرطغرل، بأخذه أسلحتك قطع لك يديك وقدميك. لكن قلبي وعقلي في مكانهما. سأقتلع عقله حتى لا يفكر مرة أخرى بأن يقوم بمهاجمتي. لكنه أصبح أقوى بعد أن أخذ الأسلحة. يجب أن أنتقم في أسرع وقت. إن لم أحاسبه على فعلته فلن أجد حتى جنديا واحدا معي. أنت أولا أعثر على الخائن الذي في قلعتك. اطمئن، سأخرج الخائن بطعم ما. إذن ألقي هذا الطعم في أقرب وقت. بمن تشك أنت؟ الخيانة قد تأتي من أي شخص، ويمكن أن يكون صديقاً أحياناً أو قريباً أحياناً أخرى، أو يكون حبيباً تحضنه بين ذراعيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لقد سمعت بالأمر وفرحت. لتكن غزوة مباركة. سلمت سيد أرتوك. يا إخوتي، حصلنا على غنيمة عظيمة وسنستخدمها في الغزو إن شاء الله. خرجت من يد العدو لكنها ستصوب إليه. ما يهمنا أن نجد مخلصاً يحملها. صحيح ما تقول، القتال يحتاج للإخلاص. إن لم نتخلص من الخونة بيننا ستصعب مهمتنا، وسنبدأ بالخائن يفوز. فقد أخرج خنجره وطعننا في ظهورنا. طالما يوجد مثله لن يبقى رجل ولا سيدة ولا قبيلة. مع الأسف لم يهزم الأتراك شيئا سوى الخيانة سيد عليار، وهذه اللعنة مستمرة معنا منذ زمن أجدادنا حتى هذا اليوم. الأعداء يحاولون استخدام بعض محاربينا ضدنا. سننهي هذا سيد أرتوك. كوتولجا، أمرك سيدي. قم واربط ذلك الكلب وأحضره إلى ساحة القبيلة. سأقتله بنفسي حتى يكون عبرة. أمرك سيدي. انتظر سيد عليار، طالما أنه سيموت فلنستغله لخدمتنا ليعوض أخطاءه معنا. وماذا سنستفيد منه سيد أرطغرل؟ سنستفيد يا أخي وسترى. استمعوا إلي. أين وضعتها؟ يا الله يا إلهي، ترى أين وضعتها؟ أين هي؟ هذا غير معقول. خيرا سيدة حليمة، عن ماذا تبحثين؟ أبحث عن زخارف جهزتها وكنت سأعطيها للسيدات لكن لم أجدها. لقد أعطيتها للنساء منذ الصباح سيدة حليمة. جيد ما فعلت ابنتي، أحسنت. كيف تعبثين بالصندوق دون إذن سيدة غونيالي؟ لم أرد للسيدات أن يبقين بلا عمل حتى مجيئك سيدة حليمة. سامحيني، لم أكن أنوي السوء. ذلك الصندوق صندوق الخاص، أهذا ما رباك عليه الكبار حولك؟
ألم يعلموك أن لا تعبثي بأشياء الآخرين؟ حليمة، يجب أن تهدئي قليلا. ما هذا الغضب؟ أيوجد أسرار دولة في الصندوق؟ الفتاة أرادت أن تفعل معروفا. أمي، من يعبث بصندوق اليوم غدا يعبث بخيمتي، ولن أسمح بهذا أبدا. ثم أخبريني، كيف عرفت أن الزخارف في هذا الصندوق حتى تأخذيها؟ هل تراقبينني يا سيدة غونيالي؟ بعد إذنك أم هيمة. سيدة حليمة، أعلم أنك تبغضينها حتى أنك لا تثقين بها، لكن إن فعلت هذا فستصبح عدوتنا كوالدها. فلتذهب صداقتها وصداقة والدها إلى الجحيم. حليمة، عودي إلى رشدك يا ابنتي. السيدة غونيالي قد عبثت بأشيائك الخاصة وقد أخطأت، آمنا، لكن عليك أن تخبريني وأنا أقوم باللازم. لن يمر هذا الأمر بخير، اسمحي لي بتكليف غونيالي بعمل آخر أو سيسوء الوضع أكثر. لا يمكن يا ابنتي، لا يمكن. السيدة حليمة سوف تجتاز هذا الامتحان، إنهاء الأمر سهل، المهم أن يتعلم الإنسان من خطئه. وظيفة ذلك الخائن إيصال الأخبار التي يسمعها لأورال. طالما أنه كذلك، إذن سنستغل ذلك لصالحنا. سنحك لعبة وسندعه يوصلها إلى أورال، وبعد أن يوصلها سيصبحون صيدا في فخنا. الأمر هو أن أورال والحاكم فاسيليوس سيكونان بانتظار أي خبر، وبعد أن هزمناهم واستولينا على أسلحتهم سينتظرون تحركنا بخوف. وهذه ستكون نهايته يا سيد عليار، لأن الخوف كان سبباً في جنون وفشل كثيراً من القادة، وكان سبباً في خسارتهم ما يملكون. جشع الانتقام سيكون نقطة ضعفهم. فاسيليوس يظن أننا سنوزع الأسلحة التي استولينا عليها على القبائل، ونحن بإيصالنا هذا الخبر إليه سيرغب بالانتقام وباستعادة كل أسلحته، وسوف يهاجمنا. لكن عندما يهاجم القافلة لن يجد معهم أسلحة ولن ينتقم. سيجدنا نحن بانتظاره، وذلك المدعو تيهو سندهسه، هو وكل جنوده الجبناء. لكن هذه المرة لا تدعه يفلت من يدك. هكذا نكون قد أوضحنا لهم جيدا أن فاسيليوس لن يجد الأمان أبدا. إذن لتكن غزوة مباركة سيد أرطغرل. آمين سيد عليار، آمين. دوغان، كوتولجا، عبد الرحمن، أوصلوا الخبر إلى المحاربين. أخبروهم أننا سنوزع الأسلحة التي غنمناها على قبائل الأتراك غدا صباحا، وأنني سأكون على رأسكم، فليكونوا مستعدين. لكن تأكدوا من أن يسمع الكلب يافوز كلامكم، وأرسلوا خبرا للمعلم هاتشا توريان ودومرول في القلعة.